السلام عليكم، معكم مهندس محمد سعيد. هنشرح الجزء اللي قبل الأخير في الشيت بتاع حصر الصاج. تمام، احنا اتكلمنا آخر مرة عن التلات قطع تيك اوف كولر اند كاب. هنحكي دلوقتي عن البلينم بوكسز. عندنا تلات أنواع بلينم بوكسز في الحصر هنا. بلينم بوكس للديفيوزر اللي هو البلينم بوكس المربع، بلينم بوكس للسايد جريل لو جريل سايد في منطقة زي كده وراكب الفليكسبل من الظهر بتاعها، و بلينم بوكس للبوتوم ديسيت شارج. تمام، ليه السلوت أو البار جريل اللي بترمي بوتوم ديسيت شارج. طيب تاني كده سريعا، الديفيوزر المربع، السايد ديستشارج بتاع الجريل سايد جريل، والبوتوم ديستشارج للبوتوم جريل، والسلوت ديفيوزر السلوت لينير ديفيوزر. طيب دلوقتي بالنسبة للديفيوزر البوكس يبقى فيه كولر واحد فقط. بالنسبة للسايد جريل او السايد ديستشارج جريل بيبقى فيها واحد او اتنين او اكتر على حسب الجريل بتاعتنا. تمام، بالنسبة للسلوت أو البوتوم ديسيتشارج نفس الكلام، بيبقى فيها واحد أو اتنين أو أكتر على حسب الشغل بتاعنا. تمام، هنحكي دلوقتي واحدة واحدة عن كل نوع منهم بالتفصيل إزاي معمول له حصر. نفتح الشيت بتاعنا، نمسك أول منطقة ال SCD Square Plenums، دول اللي هي ال Square Plenums زي ما مكتوب كده، دي السبلاي سيلينج ديفيوزر او الريتيرن سيلينج ديفيوزر لو انت واخد الراجع ب داكت مش فري ريتيرن. طيب كل اللي مطلوب منك هنا ان انت تكتب هنا، طبعا تختار اولا الوحده يعني زي ما احنا تعودنا، خلاص اللي هتكتب بيه الوحده طبعا في النيك فيس النيك سوري النيك سايز والفيس سايز في الويتس والديبس بتاعه او المقاسين، يعني هو واحد. الكولر سايز اللي احنا حكينا عنه بيبقى كولر واحد، مقاس الكولر بتاعك برضه هتكتبه هو كولر واحد، والكولر لينس اللي هو الطول بتاعه، الكولر ده طالع قد ايه، المسافة بتاعته هنا قد ايه. طيب دلوقتي برضه قبل ما نكمل دلوقتي الدمبر برضه الكولر ده، هل في دمبر ولا لا؟ طيب وعشان اختصر عليكم، عشان لو عندك من نفس البلينم اكتر من يعني اكتر من واحده اكتر من حبه، أو مثلا نفترض ان حاجه زي كده، اي منظر زي كده، ثانيه واحده. ماشي، خلينا على حاجة زي كده. لو أنا عندي زي دول كده، أدي ديفيوزرز بالشكل ده، كلهم تقريبا مقاس واحد، هما كلهم مقاس واحد أصلا، ديفيوزرز المربعة ديفيوزر مربعة بالشكل ده كده كلهم مقاس واحد. فأنا باخد أو بعمل البيانات بتاعت مقاس منهم لو كلهم مقاس واحد وكلهم من نفس الكولر سايز طبعا، يعني لو نفس المقاس والكولر سايز واحد، عشان ممكن على نفس المقاس تلاقي مرة بيركب عليه 10 مرة 12 على حسب كمية الهواء اللي داخلاله. تمام، فبنكتب المقاسات والبيانات بتاعته ونكتب مثلا العدد على حسب العدد. لو مثلا عندنا كلهم دول زي بعض 16 حبة، فبدل ما انا اقعد اخد بكتب البيانات واعمل كوبي 16 مرة، لا بعمل واحد بس وبكتب هنا الكمية 16 وبيطلع لي مباشرة الحصر. طيب خلينا نبدأ كده نشتغل ونشوف المثال بتاعنا. أنا مجهز هنا موضوع الدايمنشن. لو عندنا بلينم بوكس اللي هو أكتر واحد مشهور، اللي هو النك 45 في 45 والرقبة 60 في 60. تمام، الرقبة 60 في 60، أو سوري النك 45 والوش 60 مش الرقبة.
النك بتاعته 45 والوش 60، معلش اتلخبط. طيب نكتب هنا ايه؟ براحتك بقى، انت عايز بالمتر بالسنتي بالانش، ده بتاعتك. خلينا مثلا بالمتر زي ما احنا. فهنا المطلوب منك النك سايز اللي هو بما انه مربع هيبقى المقاسين قد بعض، النك سايز 45 في 45 والفيس سايز 60 في 60. خلي بالك وانت بتكتب من الوحدة اللي انت شغال بيها، هنا بالمتر يبقى 45 من 100، 45 من 100 60، دي يعني 6 من 10، 6 من 10. طيب الكولر سايز عندك على المثال اللي انا مجهزه مباشرة 12 انش، اللي هو 30 سنتي او 3 من 10 متر، بس انا هنا مخلي الوحدة بالانش فهكتب 12 انش. الكولر لينس انا مجهزه برضو كاتبه 15 سنتي، 15 سنتي بالملي 150 ملي. ادينا برضو ايه، بننوع لكم موضوع الدايمنشن يونتس دي عشان تتأكد ان انت براحتك زي ما انت عايز. طيب بالنسبة للدمبر انا مش عايز دلوقتي دمبر، وبالنسبة للكمية هكتب ايه، 1. لاحظ ان مفيش اي حاجة اتعملت هنا لغاية لما تكتب العدد 1، طلع معاك 1.61 من 100، ده متر بالنسبة متر سكوير، طبعا سوري متر سكوير بالنسبة للتوتال اريا بتاعت البلينو. طيب بياخد طبعا زي ما قلنا الدايمنشن سيكنس على اكبر مقاس في الاربعة، وبيحسب لك الجيج والسيكنس والويت وهكذا. طيب جبنا ازاي بقى المساحة دي؟ هو البلينم بوكس بيبقى شكله زي ما انت شايف كده، في رقبة صغيرة تقريبا بتبقى 10 سنتي بتركب على رقبة الجريل أو سوري برقبة الديفيوزر بتاعك. العرض بتاعها 45 في 45، هو هو نفس عرض الرقبة بتاعة الديفيوزر. فاحنا هو عبارة عن 4 مستطيلات، بتجاب برضو مساحتها بالمستطيلات بتاعتنا. نفس القصة الشكل اللي تحت ده عبارة عن ان هو المربع الكبير اللي هو 60 في 60، اللي هو نفس الوش اللي بيتعمل بيه، وبيتشال منه 45 في 45 فيطلع لك المساحة دي. بعد كده مستطيل 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 مستطيل، وبعد كده هنا مستطيل متشال منه الدايرة اللي هي الكولر، وبعدين الكولر نفسه الاسطوانة، والدمبر بتاعها ان وجد اللي هو بيبقى كأنه القطعة دي. تمام. طيب لو دوسنا دبل كليك على المكان ده كله وعملنا اريا سيلكشن هيطلع 1.61 بالظبط زي ما احنا عاملين، ولو حطينا دمبر هيطلع لنا 1.68 اللي هو ايه القطعة بتاعت الشغل بتاعنا الدمبر اللي هو الدمبر الزيادة 1.68. تمام. بس ده باختصار البلينم بوكس بتاعك. كل اللي مطلوب منك تاني ان انت تدخل رقبة الديفيوزر بتاعتك كام، الوش بتاعها كام، الكولر بتاعك مقاسه كام وطوله قد ايه، هل في دمبر اللي في الريشة اللي احنا حكينا عنها اللي هي بتبقى جوه الكولر، الريشة اللي هي دي هل في ريشة زي كده ولا لأ. تمام. وكمياته قد ايه، لو قلنا ده احنا ده حبة واحدة، لو كنا زي ما احنا حاكيين كده لو مثلا نفس الكمية دي كده دول 16، احنا عندنا الواحد ده مساحته 1.68 من 100، لو ضربناه في 16 اهو هعدل هنا 16 هيطلع لك 26.86 من 100. تمام. بس خلاص، وطبعا دي محسوبة يعني بالوحدات الصغيرة، فلما تضرب في العدد هيحسبها لك بالظبط يعني، فمش هتفرق معاك دي طبعا عشان محسوب هنا في حاجات بالتقريب يعني. تمام. بس دي كل القصة، حط العدد اللي انت عايزه هيطلع لك بالظبط المساحة بتاعتك لكل العدد دي، بدل ما انت تقعد تاخد هنا ده كوبي 16 مرة، يعني تقعد تعد كده 16 مرة كوبي. انا هنا كده مثلا جبت ادي هما 16 مرة بالظبط، هقعد اخد كوبي كده 16 مرة اقول حبة واحدة واحدة واحدة، لا مالوش اي لزوم. انا كل اللي اعمله اسهل لي ان انا بدل ما اعمل كل ده هعمل كده بس، اشيل كل ده واكتب هنا 16 بس، هيطلع لي القيمة بالظبط
متقربة لأقرب رقمين عشريين، ويطلع لك طبعا بالتبعية. هنا نفس الإيه، نفس الموضوع، يعني الكيلو بيتحسب بالتبعية مظبوط يعني. تمام، بس ده كده بالنسبة للبلينم اللي هو المربع. طيب نخش بعد كده على البلينم اللي هو سايد ديسشارج. تمام، نفتح هنا كده. سايد ديسشارج مختلف شوية، زي ما حكينا ان هو بيبقى عبارة عن شكل، والشكل ده كده، وفي اكتر من كولر او كولر واحد على حسب الايه الوضع اللي عندك. طيب ايه اللي مطلوب منك هنا؟ شكله عامل ازاي، او ممكن نشوفه فين بالظبط السايد ديسشارج ده؟ لو خلينا ناخد رسمة كده يكون فيها السايد ديسشارج. رسمة زي كده فيها سايد ديسشارج اهي، القطعة دي جريل سايد وراكب فيها 2 كولر. تمام، المقاس بتاعها هي عبارة عن سبلاير جريل متر ونص في 4 انش. بتاخده طبعا بتاخد البيانات من هنا من الكتابة. تمام، نفس الكلام برضو في الديفيوزر، انت بتعرفه من الكتابة، يعني مكتوب لك هنا انت عندك ديفيوزر كام في كام وهكذا. تمام، بتاخد البيانات دي، ده متر ونص في 4 انش، يعني متر ونص في 10 سنتي. طيب نيجي هنا، اللي مطلوب منك تكتب برضو ان الرقبة بتاعتك هي متر ونص. طبعا اتأكد من الوحدة الاول، متر ايه، متر ونص في 10 سنتي، يعني 1 من 10. طيب ده كده بالنسبة للايه، للرقبة اللي هي هنا، الرقبة بالنسبة لك المنطقة دي كده، الرقبة دي. تمام، طيب بعد كده مطلوب منك البلينم لينس اللي هو ده اللي في الرسمة عندك، بيمثل الجزء ده اللي أنا هرسم عليه خط، ده الطول ده، ده البلينم لينس بتاعك. البلينم لينس بتاخده من ما زي ما حكيت كده، بس بتعمل خط وتقيسه، أو بدايمنشن مباشرة تروح قايس المكان ده عندي قد إيه. مثلا طلع 25 سنتي، فهتكتب من هنا 25 من 100 متر، ده البلينم لينس. طيب الكولر سايز حاجة زي كده، الكولر سايز مقاسه كام؟ مقاسه هنا باين من بالكتابة 200 في 200، يعني 8 بوصة. هو تمام، الكولر لو بالبوصة يبقى 8 بوصة. الكولر لينس، الكولر لينس بيبقى اللي هي القطعة دي في الغالب بتبقى هي طبعا في الرسمة هنا، يعني اللي بتمثلها أو المنطقة دي، اعتبر كده كأنها 15 سنتي ولا حاجة. هناخدها من الشكل اللي أنا عامله عشان يبقى بس مظبوط، 15 سنتي. اه مظبوط، فهكتب هنا 15 من 100 متر. هل في دمبر ولا لأ؟ مش عايز دمبر دلوقتي. طيب عدد الكولرز، ده أول سؤال بقى مهم، هل في عندك 2 كولر ولا كولر واحد ولا ايه؟ فهعمل زي الرسمة كده، عندي 2 كولر. والبلينمز بقى دي نفس القصة بتاعت اللي هو المربع هنا، يعني عدد البلينمات في كام جريلا بالشكل ده، أو في كام بلينم بالشكل ده. فخلينا مبدئيا 1. طيب هرجع كده للحصر بتاعنا، نشوف بيتجاب المساحة فيه ازاي. القصة عبارة عن اللي هي الشريط ده، ده بيبقى 5 سنتي في حدود 5 سنتي، اللي هي الرقبة الصغيرة دي. مستطيل طبعا، مستطيل مستطيل، ونفس القصة مستطيل تحت. طيب بعد كده المستطيلات اللي بالشكل ده برضو نفس الموضوع، البلينم لينس هنا اهو اللي انت دخلته في الدبس بتاع البلينم نفسه. الدبس بتاع البلينم بيجي عن طريق ان الكولر بتزود له 2 بوصة، فانت عندك هنا الكولر 10 بوصة، فالدبس ده يبقى 12 بوصة، وهكذا. تمام، دي طريقة تصنيع معروفة يعني، من البيانات اللي انت دخلتها بيتحسب كل الحاجات دي، انت ما تحتاجش تدخل اي حاجة تاني كبيانات. طبعا انا يعني جايب الحاجات دي من التصنيع طبعا، يعني
شيتات من الشغل بتاع الستاندر والتصنيع اللي المعروف اصلا في الشغل كله ومن سماكنا وهكذا. ف الرقبة، البلينام لينس، الكولارات، تاخد طبعا كل دي مستطيلات، وزي ما حكيت برضو المستطيل ده بيتشال منه عدد الكولارات في المساحة بتاعة الدايرة بتاعة الكولر عشان المكان الفراغ ده، عشان زي ما بيقولوا كده يبقى ليك حقك كامل، خدت حقك بالكامل بدون زيادة. أي قطعة أنت بتقصها ما بتحسبش ليك، أنت المفروض بتبقى عامل حسابك في الهدر بتاع القطعة دي، تمام؟ اللي هو هدر الصاج. طيب طالع هنا متر و76 سنتي مربع، متر سوري، متر و76 من 100 متر مربع، يعني 1.76 متر مربع. area selection طلع متر 27. طيب هل في مشكلة؟ هل في غلط؟ هنشوف دلوقتي. هنا مختلف شوية، ان المقاس اللي احنا عاملين عليه هنا ده 10 بوصة، فهنعدله 10 بوصة. الكولر العرض بتاعه 20 سنتي مش 25 سنتي. القطعة دي عبارة عنها متر في 10، فدي متر مش متر ونص، عشان بس ناخد مثال مظبوط. فانت متر في 10 سنتي، الطول بتاعها 20 سنتي، وعندنا 2 كولر مقاسهم 10 بوصة، 10 بوصة 2 كولر، وطولهم 15 سنتي، ومن غير دمبرز ولا حاجة. نيجي نعمل تاني area selection، متر 27 مظبوط، متر 27. طبعا تقدر تجرب على أي شكل، ارسم بنفسك نفس المنظر ده كده، بس طبعا الأبعاد دي لازم تبقى ثابتة معاك، يعني دي 5 سنتي دايما 5 سنتي. الزيادة أو العمق بتاع البلينم ده بيبقى أزيد 2 بوصة عن الكولرات، والباقي كله مدخلات من عندك أنت، الرقبة بتاعتك والمقاس بتاعك كل حاجة. فأنت كل المطلوب منك دخل الويتس والديبس بتاع الجريلا اللي هي رقبة الجريلا بتاعتك، النيك سايز، دخل البلينام لينس اللي أنا حكيت لك عليه اللي أنت بتجيبه منين في الرسمة أهو، اللي هو طول البلينام ده المكان ده كده، دخل الكولرات اللي عندك سواء واحد أو أكتر، مقاسه كام، طوله كام، عددك كام، والبلينم ده فيه كام، يعني منه فيه كام بلينم من المقاس ده. عندك حبة 2 10، يعني مثلا في رسمة زي كده البلينم ده قد البلينم ده قد البلينم ده وده وده. فأنا عندي مثلا من نفس البلينم ده بدل ما أقعد أكتبه برضو زي ما قلنا أخد ده كوبي 5 مرات هنا وأوجع راسي، لا يا سيدي، بدل ما أكتب 5 مرات وأقعد أكتب هنا كوبي والكلام ده، لا أنا عملته مرة واحدة وأروح كاتب بس هنا إن البلينم ده فيه منه 5 بس، فخلاص هيضرب هنا مباشر المساحة والإيه والوزن. بالتبعية برضو نفس الكلام، السكنس اللي بتشتغل عليه بياخد أكبر مقاس، المقاس اللي هو المتر طبعا، العرض بتاعك جيج كام، السبسيفيك ويت بتاعك كام، والوزن مباشرة كام. لو عملنا انهايد هنا هتلاقي برضو الكوريكشن فاكتورز بتاعتك والمساحات كلها، برضو من الحاجات التقيلة يعني موضوع البلينمز ده، سواء الريكتانجلر هنا برضو لو فكينا اللي عملنا انهايد هتلاقي كتير برضو شغل كتير اتعمل فيه، معدات كتيرة وكده بس. فده يعني ببساطة كده ده برضو الايه الريكتانجلر بلينم بالشكل ده، تمام. طيب قبل ما نمسح برضو، لو عملنا يس هيتغير المساحة من 1.27 لمتر 37. دي القصة في ايه؟ زي ما حكينا اللي هي بس الريشة اللي بتبقى موجودة في كل كولر، هل الكولرات بتاعتك عليها ريشة ولا لا، جواها يعني ريشة تحكم ولا لا. اريا متر 36، فرق لا يذكر يعني، تمام، هتلاقي في التقريب بس، حاجات في التقريب بس. ده كده بالنسبة للإيه، للسايد ديسشارج، تمام. نيجي للبوتوم ديسشارج، المنطقة اللي بعد كده. البلينم بتاع البوتوم ديسشارج اللي بيركب على سلوت ديفيوزرز وعلى بوتوم ديسشارج جريل محطوطة من البطن، يعني جريل من البطن أو سلوت ديفيوزر. سلوت ديفيوزر زي كده هنا،
نرجع الحاجة في مكانها. تمام، سلوت ديفيوزر زي ده مكتوب هنا، سلوت 2 متر في 3 سلوت، 1 بوصة، واهو العلامة بتاعته. طبعا لازم نخلي بالنا من التكست ده، انت عندك 3 سلوت 1 بوصة. طيب في الحالة دي انت بتعرف الرقبة بتاعتك كام؟ هنا في الرقبة بتاعتنا 17.5، ده طبعا بتجيبه بقى من الايه، من الكتالوجات مثلا الجريلات، او تقدر تحسبها بايدك لو انت عارف بالظبط، بس الافضل والادق ان انت تجيب الرقبة بتاعت القطعة كده، السلوت ديفيوزر ده كام، كام كده عرضها، المكان ده كده كام، هل هي 17.5 ولا كام؟ طبعا انا ارسمها يعني بالظبط لان ده شوب درونج مظبوط، فهي 17.5 بالظبط. والطول طبعا 2 متر متحدد، يبقى كل، يبقى المقاس عندنا القطعة دي 17.5 كده اهي، وهنا 2 متر. طيب في حالتنا هنا برضو كل المطلوب منك تكتب النيك سايز، النيك سايز بتاعك 17.5 من المتر، يعني 175 من 1000، أو اللينس، سوري اللينس الأول 2 متر، والدبس هو 1 أو 175 من 1000. الحتة دي مهمة، خلي بالكو دايما لما تكتب اللينس بتاعك أو المقاس بتاعك يستحسن تبدأ بالإيه، بالمقاس الكبير. تمام، أنا هنا حتى عاملها لينس ودبس عشان يبقى أنت عارف إن الدبس هو الأصغر، يعني اكتب المقاس الكبير الأول 2 متر في 75 عشان يطلع مظبوط، عشان لو عملت العكس مش هيبقى بشكل، مش هيبقى مظبوط. طيب عرفنا إنه 2 متر في إيه، في 17.5. حلو، نيجي للبلينم دبس. البلينم دبس هنا المقصود بإيه؟ خلينا نبص على الرسمة كده. إحنا جبنا أهو متر في 17.5. البلينم ديبس مقصود بيه اللي هو العمق ده، العمق بتاعك قد ايه. العمق بتاعنا كام في الحالة بتاعتنا دي؟ خلينا ناخده من الرسمة مظبوط، 35 سنتي. 35 سنتي يعني كام بوصة؟ 14. هو زي ما قلنا بيبقى أكتر من الكولر ب2 بوصة، فأنت عندك الكولر هنا معمول إنه 12 بوصة، فيبقى ده 14 بوصة مباشرة. تمام، بس أنا لازم أدخل ده بإيدي لسبب، أنا ما عملتوش أوتوماتيك زي المرة اللي زي الريكتانجلر هنا، عشان ممكن تبقى أكبر من كده، ممكن تبقى أنت مضطر لأي سبب إن أنت تكبر البلينم بتاعك عن كده، فأنا سايبه بحرية ليك، بس مينيمم بيكون ازيد من الكولر ب 12، بسوري ب 2 سم، ب 2 انش. لو ده 12 انش يبقى ده 14 انش. طيب الكولر لينس، اللي هو الكولر لينس ده برضو هنلاقيه 15 سنتي، او 15 من 100 متر. عندك دمبر او لا؟ خلينا منه دلوقتي. عدد الكولر زي ما قلنا ان ممكن يكون في قطعة واحدة كولر او في اكتر من قطعة، يعني لو شفنا هنا ممكن نوريكو كشكل، يعني تبقى كده او كده، ممكن يبقى عندك 2 على حسب انت القطعة بتاعتك طولها قد ايه، فيها قد ايه. يعني ممكن لو اعتبرنا البلينم ده قطعة واحدة، وهو هيبقى فعلا قطعة واحدة، فيبقى هو 2 متر في 17.5 سنتي، وفي 2 كولر ماسهم لو قسناهم هنا كده 10 بوصة. تمام، بس احنا خلينا على المثال اللي انا رسمه وجاهز عشان يبقى ايه، اسهل علينا. طيب ده مقاسه متر في 17.5 سنتي، اللي هو على 3 سلوت 1 انش، والكولر بتاعك 30 سنتي اللي هو 12 انش، وبالتبعية اكيد البلينم ديبس هيبقى 14 انش لازم مينيموم. فخلينا نجرب كده، ادي متر و17.5 سنتي، والكولر 12 انش، والبلينم ديبس 14 انش، والكولر لينس هنا نقيسه هيطلع معانا 15 سنتي. ومش عايزين دمبر دلوقتي، وعندي كولر واحد، وعندي كوانتيتي بلينم واحد بس.
معانا كده هيبقى التوتال اريا يبقى كام؟ متر و58. طيب خلينا نجرب كده، نعلم عليه اريا سيلكشن، مظبوط متر و58. طيب ده بالنسبة للشكل ده. طيب لو أنا ضفت له دمبر، أنا ضفت دمبر كده اللي هو ريشة داخلية، الاريا سيلكشن يطلع متر و65. طيب نجرب كده، هنخلي هنا الدمبر أقول له أه عندي دمبر، ف هيطلع متر و65. بس بالتبعية طبعا نفس الايه الكلام ده. نجرب نرسم حاجة تانية، ده كده لو 3 سلوت. لو عايز ارسم جريلا عادي، يعني جريلا متر في 20 سنتي، ما هي بوتوم ديسشارج، ادي متر، و زي ما قلنا الرقبة دي هي دوبك 5 سنتي. اوكي، وبعدين في اوفست برضو 5 سنتي يمين وشمال، نمسح الزيادات. بعدين هطلع كده برضو هخليه 12، العمق 12 سنتي، يعني سوري 12 انش، 30، عشان هخلي الكولر بتاعي 10 مثلا. انا بقى طبعا بعمل مثال، يعني انت طبعا الحاجات دي المفروض بتجيبها طبعا من الرسمة بتاعتك، يعني الرسمة دي هنجربها كمثال دلوقتي. طيب ده كده بلينم. طيب حط له الكولر بتاعه، هخليه زي ما قلنا يكون 10 سنتي، يعني الرادياس بتاعه 125 من 100، وهخليه يطلع 20 سنتي عشان نبدل شوية في الايه في البيانات. تمام. طيب زي ما قلنا متر في 20 سنتي، والكولر بتاعنا 10 سنتي، فالبلينم 12 سنتي الدبس. خلينا نكتب كده، يلا متر في 20 سنتي اللي هي 2 من 10 متر، البلينم ديبس 12، الكولر 10، الكولر لينس 20 سنتي زي ما انا فاكر، وعندنا كولر واحد وفي بلينم واحد، طلع لنا برضو متر و58. طيب خلينا نجرب كده متر و53، يبقى احنا دخلنا داتا فيها مشكلة. ده 10 سنتي، 10 انش قصدي، وده 2 من 10، خلينا نتأكد، 10 انش، 2 من 10، اه سوري في هنا دمبر، نشيل الدمبر، متر 53، مظبوط. تمام، اريا متر 53. تمام، لو حطينا دمبر هيبقى متر و58 زي ما كان مكتوب، مظبوط. لو حطينا الدمبر يبقى متر 58. طيب ده كده ايه بالشكل ده. طيب لو ده طبعا انا بعمل برسم في امثلة. طب لو انا عايز اخد من الرسمة مباشرة، عايز من رسمة زي كده، انا اخد الشغل بتاعي زي ما حكينا كده، ده 2 متر 3 سلوت 1 انش، يعني 2 متر في 17.5 سنتي، وعندنا 2 كولر عبارة عن 10 بوصة. طيب خلينا نرسمه كده هنا الأول عشان نبقى ندخل الداتا مباشر، 2 متر في 17.5 سنتي، 2 متر أهو. تمام، بعدين طلعنا زي ما قلنا 5 سنتي، عملنا زيادة هنا برضو أوفست 5 سنتي، شلنا الزيادات. بعدين عندنا هنا الكولر قلنا كام؟ 10، الكولر 10 بوصة، يبقى ده 12 بوصة اللي هو 30 سنتي. تمام،
ممتاز. كده ادي البرينام بتاعنا. طيب بعد كده عندنا في زي ما شوفنا كده كان في 2 كولر مقاسهم او قطرهم 10 بوصة يعني 25 سنتي. طيب طالعين قد ايه حسب الرسم؟ الـ2 كولر دول طالعين 10 سنتي. طيب طالعين 10 سنتي، هنمسح الزيادات ونبدأ نشتغل. خلاص هاجي على الرسمة هنا، هاخد الداتا على طول. 2 متر في 3 سلوت زي ما قلنا، يبقى 2 متر اهو. خلينا نمسح القدام دول عشان ما يبقاش لخبطة. ادي 2 متر زي ما قلنا، بنكتب المقاس الكبير الاول 17.5 سنتي. العمق بتاعنا احنا دول قلنا 10، الكولر 10، والبرينم ديبس 12، الكولر لينس كان 1 من 10، مفيش دمبر دلوقتي. عندنا 2 كولر وعندنا برينم واحد، ده 2 متر 51. طيب نجرب كده area selection 2 متر 51، كده مظبوط، ما عندناش اي مشكلة. لاحظوا انه كان عندنا 2 كولر ويتحسبوا مظبوطين بدون اي مشاكل. طيب لو حطينا دمبرز هيحصل ايه؟ المساحة هتبقى كام؟ اتنين متر وستة من عشرة، فعلا 2 متر و6 من 10. طبعا لو عملنا انهايد في الداتا بقى دي كلها، الكوريكشن فاكتورز والتفاصيل دي كلها، و في حالتنا هنا هو زي ما قلنا برضو بياخد، بيشوف الاكبر مقاس بياخد عليه السكنس ويعمل المفروض البلينام بتاعك والسكنس بتاعه وكل التفاصيل بتاعتك دي. طيب جدول التصنيع طبعا براحتك انت تقدر تعدل فيه، وهنا انا سايب لكم الخانات دي تقدر تعدلها، عشان لو انت استكترت الجيج ده ممكن بإيدك تكتبه لو انت حابب، بس انا ما افضلش طبعا يعني. تمام، انت ظبط جدول التصنيع بتاعك. بس القطعة دي وزنها 27.4 كيلو لو بالمواصفات اللي محطوطة دي. تمام، طيب ده بالنسبة للبلينم بتاعنا كده. ده آخر قطعة موجودة، احنا اتكلمنا على الـ3 بلينم، المربع والمستطيل، والمستطيل طبعا السايد والبوتوم. تمام، وأخيرا كده احنا خلصنا القطعة كاملة. هنقفل الفيديو ده على كده، وهنعمل محاضرة أخيرة نحكي بقى عن التوتال والسمري وإيه الداتا اللي أنا أشتغل منها، ومراجعة أخيرة كده على مع البيانات العامة اللي احنا ممكن نحتاج لها.